حتى في الحالات البعيدة عن الدكتاتورية والتسويق السياسي، ما الذي يستفيده أي بلد من الرياضة؟ خصوصا وأنها مكلفة جدا. هناك إحصاءات تقول أنه في حالة الفوز ببطولة مثل كأس العالم تتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مثل فوز إسبانيا بمونديال عام 2010 الذي يقال أنه أدى لتحسن الاقتصاد بنسبة 10%، لأن الروح المعنوية للشعب ترتفع ويزداد الإنتاج. لكن كل التحليلات المتفائلة تقول أن هذا التأثير لا يزيد عن عدة أيام. الدول التي تستضيف المونديالات تنفق المليارات، وأعلى رقم قياسي للإنفاق كان في روسيا التي تستضيف المونديال الحالي، حيث أنفقت حوالي 14 مليار دولار. والحكومة صرحت أكثر من مرة بأنها تعول على عوائد قد تصل إلى ضعف الإنفاق، ولكن على المدى البعيد، بدءا من عوائد السياحة والتذاكر ثم الاستثمارات التي ستدخل إلى البلد بعد تحسن البنى التحتية. لكن هناك دائما من يشكك في هذه العوائد والفوائد. هناك من يؤكد أن البرازيل خسرت أكثر مما استفادت بعد استضافتها للمونديال السابق وإنفاق نحو 11 مليار دولار. والخاسر الأكبر للأسف هو الشعب، لأن حوالي 170 ألف شخص تشردوا بعدما هدمت الحكومة منازلهم كي تجدد الملاعب والطرق وتحسن المظهر العام لبعض المدن. حتى خرجت مظاهرات كثيرة قبل المونديال وأثناءه تطالب الحكومة بالاهتمام بلقمة العيش بدلا من الكرة، وهذا في البرازيل نفسها التي صدعوا رؤوسنا بأن شعبها يعشق الكرة. والأمر نفسه تكرر تقريبا في الصين التي هدمت منازل الآلاف كي تشيد ملاعب الأولمبياد. لذلك هناك دائما من يؤكد أن الحكومات تهدف أساسا إلى الترويج السياسي أكثر من المنافع الاقتصادية من وراء احتضانها لهذه المناسبات. مدينة طفس تحترق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا رب. يا رب تكون معنا يا رب يا رب.